المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا خير للغير. فلا زلنا مع اعمال الخير، فالخير مستمر ومتواصل الى ان تقوم الساعه في ظل وجود الناس الخيره. يقول الله عز وجل في محكم اياته: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فخليكم معنا نسمع ونشاهد اعمال الخير. أعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا خير للغير، ومعنا ضيف جديد من ضيوف حلقتنا لهذا اليوم، الأخ العزيز سعيد عمر بكويري العوزاني مشحير، مدينة مشحير. حي الله بالأخ سعيد. مرحبا، أهلا وسهلا. سعيد، أنت رئيس لجنة الزواج الجماعي السابعة الأخير، معناه في منطقة شحير هناك لجان سابقة نفذت العديد من الزواجات الجماعية لأبناء هذه المنطقة. نعم. أيوة، يا ريت تعطينا هناك صورة واضحة عن الزواج السابع، عن استعداداتك، عن الخطوات والمساعي لهذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الزواج الجماعي السابع بمدينة حير طبعا واضح أنه يستهدف الشباب الغير قادرين أو اللي يستحقون المساعدة، ونحن ولكنهم في شحير خلوه نسخة للجميع اللي ينخرطون فيه. هذا مشروع خيري، مشروع يعني يستحق دعم كل الأطراف، وطبعا نحن ما قصروا، الناس كلها داعمة، أبناء شحير كلهم داعمين في الداخل وفي الخارج اللي هم في المغتربين، وجهات كثيرة بما فيها جهات رسمية وغير رسمية. فالزواج الجماعي هذا فكروا فيه مجموعة أو نخبة من مدينة شحير قبل 7 سنوات في 2017، واتفقوا أنهم ليش ما نقوم بدعم للشباب، مش عزوف عن الشباب، عجز يعني، فنساعدهم حتى يعني يكملوا نص دينهم. جميل. واللي حصل أنه يعني مرت النسخة الأولى وكانت ناجحة، فتشجعنا وبقينا يعني كل الاستمرارية. سنة الاستمرارية، ونحن الآن قادمين ونهيئ للنسخة السابعة، مرت 6 نسخ كلها الحمد لله من نجاح لنجاح، كلها من نجاح لنجاح، وكلها يعني لاقت صدى في المنطقة. الزواج الجماعي في شحير غير مختلف عن أي منطقة تقريبا، يعني نحن مميزين بشكل غير عادي، الله سبحانه وتعالى وفقنا، وجهود الخيرين من أبناء شحير وغير أبناء شحير، يعني ما في غير أبناء شحير كثير برضو يساعدونا، ونتمنى أن هذا السنة برضو الزواج السابع بيجي في شهر 7 إن شاء الله يلقى نجاح مثل النسخ السابقة. نحن من بدأنا الزواج الجماعي الأول حتى الآن ما عندنا حالة طلاق إلا واحدة فقط لظروف مبررات يعني، أما الباقيين لازال مستمرين. نحن نسمع عن الزواجات معنا لكم تقييم انتم في لنا تقييم، نحن عندنا جميل مجلس جدا، هذا المتابعه شيء جيد. نحن معنا مجلس استشاري ثابت، مهمته يعني اللجان تاتي وتذهب. نعم. وتاتي لجان اخرى، كل مشروع له لجنه خاصه، كل مشروع له لجنه خاصه، لكن في المجلس الاستشاري هذا يكون ثابت. هذا يقيم العمل، وفي نفس الوقت يعني نحن نتزود من الملاحظات والسلبيات من الزواج الاول عشان تلافيها، حتى نتلافيها ونطور العمل. يعني عمل الان يعني مثلا النسخه السادسه ارقى بكثير من اللي قبلها، الخامسه وهكذا، ونحن نتمنى ان النسخه السابعه برضه تعطي صوره افضل من النسخ اللي سابقا. ايش الخدمات اللي تقدمونها الاخ سعيد؟ نحن نقدم الوجبه، والوجبه طبعا هي تكلفه، نقدم الوجبه، نقدم الحفل علينا، مراسيم الزواج، مراسيم كلها عندنا. المتزوج هو فقط يعني يهيئ ويدفع مهره مع من اتفق معه وكذا،
ونحن الباقي كله علينا. الترتيبات عليكم ترتيبات النهائية. وندرب العرسان الجدد وبرضو البنات توعونهم توعية ومحاضرات وإلى آخره أجل يعرف مسؤوليته اتجاه نعم هذا. نعم نعم طيب نعم هذا موجود. شكرا أخي سعيد. شكرا حبيبي. ما قصرت بارك الله فيكم. والنجاح الست النسخ والسابعة ستكون ناجحة طالما إن التكافل موجود من أبناء المنطقة. نعم. فالتكافل هو أساس النجاح. نعم. فنحن الحضارة أعزنا الله بهذه النعمة بالتكافل. نعم. الاجتماعي وأن نتلمس بعضنا البعض. أعزائي المشاهدين لازلنا مستمرين معكم فخليكم معنا. أعزائي المشاهدين لازلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا خير للغير. معنا ضيف جديد وعريس جديد من النسخة السابعة التي ستنفذ إن شاء الله في خلال هذا العام في منطقة شحير في الزوايا الجماعي. اسم العزيز؟ مجاهد صلاح سيد أحمد حيثر. حي الله بأخي مجاهد. مجاهد بارك الله فيك، ربنا يوفقك اولا ان شاء الله لما يحبه ويرضى لك في دينك ودنياك باذن الله تعالى. بإذن الله. ما رايك في فكره الزوايا الجماعي الخيري التي تقيمه منطقه شحير سنويا؟ والله ارى انها فكره ممتازه جدا وجيده حيث انها تسهم في تخفيف تكاليف الزواج على الشباب وعلى الاسر، ما تؤدي الى تشجيع الشباب على الزواج وتبسيط لهم بابسط الطرق. بأقل التكاليف. بأقل التكاليف. الشيء نعم. الجميل أنها تدلل الصعاب للشباب وتشجعهم على الإقبال. نعم. لستر دينهم وإكمال نصف دينهم في هذا المشروع. طيب أخي مجاهد بارك الله فيك، متى اتخذت القرار للانضمام إلى هذه اللجنة؟ والله اتخذت القرار هذا لحاجتي لهذا الشيء بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتخفيف الحمل والمعاناة على أسرتي وعلى نفسي أيضا. جميل جدا، معناه أنت الآن هيأت نفسك في بيتك من قدر غرفتك والخطابة والمد. نعم أستاذ. أيوة. جميل جدا، تعمل أنت؟ نعم فني مخطب الناس. ما شاء الله تبارك الله. إيش شعورك وطموحك في المستقبل إن شاء الله؟ والله شعب الفرحة والسرور. وكذلك نشكر كل القائمين الداعمين الزواج الجماعي، كذلك نشكركم أنتم أيضا على المقابلة اللطيفة جدا. وربنا يتمم على خير ان شاء الله باذن الله. وطموح اي شاب ثاني يعني يكون اسرى وال... صحيح صحيح صالحة. كل شباب كل شاب يتمنى ان يؤسس اسره له وان يكون له ابناء في المستقبل باذن الله تعالى. ان شاء الله نحن ما علينا الا بالدعاء. ربنا ان شاء الله يوفقك لما يحبه ويرضى لك ويرزقك بالذريه الصالحه بزينه المال وحياه البنون باذن الله تعالى. امين ان شاء الله. وفقك الله اخي مجاهد بارك الله فيك. الله. الله يحييك. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم لنواصل حلقتنا لهذا اليوم مع أحد الضيوف الجدد من الزوايا الجماعي في منطقة شحير، الأخ العزيز سالم عبد الرحيم عوضة. حي الله بالأخ سالم. سالم أنت من عرسان النسخة السادسة. نعم. للزوايا الجماعي في منطقة شحير. نعم. أيوة. إيش قدمت لك اللجنة في زواجك الميمون؟
بالنسبة لسؤالك عن ماذا قدمت اللجنة لي كأحد المستفيدين من مشروع الزواج الجماعي أستاذ مدينة شحير وضواحيها الذي قام سنوياً، هو عبارة عن تظاهرة تحتفل بها مدينة شحير لزفاف المقبلين أو الداخلين إلى القفص الذهبي. بالنسبة الذي تقدمه اللجنة، اللجنة تقدم عدة مزايا وعدة أشياء للعريس، كل اللجان، مش لجنة الزواج الجماعي السادس، كل النسخ تقدم هناك، تقدم هدف سامي. أولاً الهدف السامي من هذا المشروع اللي هو تزويج الشباب، هذا أكبر هدف. نعم، هو هذا اللي أولاً الذي وهنا العفاف. أيوة، هنا والستر والستر وكمان نصح الدين وهنا الاستقرار. نعم نعم نعم. فمن ضمن الأشياء التي تقدمها هو أولاً الفعاليات، برنامج الفعاليات، مراسيم الزواج. أيوة، برنامج الفعاليات، مراسيم الزواج كامل تتكفل به اللجنة الأساسية للزواج الجماعي، من بدأ من عقد القرآن وبرضه الوليمة والحفل والزفاف، موكب الزفاف، وأيضا هناك إلى جانب آخر برضه للجانب النسوي، نفس طبعا لا ننسى الجانب النسوي في الزواج الجماعي، معنا خدم الطرفين. أيوة، الشباب أيوة، خدم الطرفين. أيوة، الشباب والبنات، هذا اللي يخدم. طيب، جميل جدا. أخي سالم، أنت تعمل ما شاء الله، الحمد لله حياتك مستقرة، الحمد لله، وربي إن شاء الله يديمها، أمين، ويرزقك بالذرية الصالحة، الله عافيك، بزينة المال وحياة البنون إن شاء الله بإذن الله تعالى. إيش طموحك بالمستقبل بعد استقرارك في الزواج هذا الميمون إن شاء الله؟ إيش تتمنى؟ طموحي، طموح أي شاب أن تستقر أولاً البلاد، أمنها ورخاها واستقرارها. يا سلام، آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. وأن يزداد التكاتف يوما بعد يوم، وهذا اللي ما سطرها أبناء شحير خلال ست الأعوام الماضية. أيوة، والآن النسخة السابعة. نتمنى أيضا التوفيق والنجاح للقائمين في اللجنة الأساسية في النسخة السابعة. جميل جدا. ربي يسعدك إن شاء الله. امين ان شاء الله، ويمن عليك بالذريه الصالحه. امين ان شاء الله. يا استودعك الله الذي لا تضيع عنده الودائع، حياك بالتوفيق ان شاء الله. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. ما قصرت، جزاكم الله خير. الله يعطيك العافيه على تسليطكم الضوء لهذا المشروع. الله يسلمك، هذا واجب علينا ان شاء الله. حياك. اعزائي المشاهدين، لا زلنا معكم. أعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم، ومعنا ضيف جديد من ضيوف حلقتنا لهذا البرنامج خير للغير. معنا العزيز الأستاذ عمر بن قحطان العبثاني. حي الله بالأستاذ عمر. أستاذ عمر، أنت رئيس اللجنة أو من اللجنة الاستشارية للزواج الجماعي في منطقة شحير بست النسخ السابقة والسابعة إن شاء الله على الأبواب. دوركم في هذا المشروع، انتم دوركم ارشادي، توجيهي، مرجعيه صرتوا لكافه الاعمال الخيريه في هذه المنطقه، يا ريت تحدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحياتي لقناه الغد المشرق نيابه عن اعضاء المجلس الاستشاري ولجان الزواج الجماعي، وصراحه نحن سعداء بهذا اللقاء. بالنسبه للمجلس الاستشاري، هو مكون من مجموعة أعضاء من نخب مختارة من نخب أبناء مدينة شحير وضواحيها، وتشمل الريان القديم ومنطقة المطار يدخلون أيضا معنا. في قوام تقريبا نصل إلى 50 عضو ما بين هيئة المجلس وبين أعضاء المجلس. والمجلس الاستشاري له مهام محددة ومختصرة، منها أول مهمة هو تسمية اللجنة، لجنة الزواج الجماعي. بعد تسميتها يسلم لها اللائحة ويسلم لها كل الشروط والمعايير كلها وتعمل.
وتقدم لنا بعد فترة تقدم لنا خططها وش خططها وبرنامجها ويعرض على المجلس ونصادق عليه والميزانية أيضا. ثم بعد ذلك يعني اللجنة الجماعية تنفذ المهام اللي عليها حتى ينتهي الزواج الجماعي المشروع كامل، ترجع للمجلس مرة ثانية وتقدم تقاريرها النهائية المالية والتقارير والتوصيات للجوانب الإدارية والسلبيات والإيجابيات. ايوه، ونستلم منها ونسمي لجنة أخرى جديدة بهذا الشكل. يعني العملية منظمة ومكتملة يعني، وفيها تعاون كبير جدا، في تنظيم رائع صراحة. في ايوه في، وفي تنظيم جميل جدا وتقييم للأعمال طبعا الجماعي. وأي مشكلة مثلا تواجهها لجنة الجماعي ترجع للمجلس الاستشاري، تدخل المجلس الاستشاري في حل كثير من المرجعية مرجعية نعم للمجلس. طبعا انا بعطيك لمحه حول الزواج الجماعي الاول والى الاخير، يعني بالنسبه لاعداد المشاركين في من العرسان سواء كان ذكور اناث، يعني وصل الى 316 عريس وعروس ما شاء الله تمام الى الان، يعني اللي تم تزويجهم بمبلغ اجمالي تقريبا يصل ل 250 مليون ما شاء الله في الفتره هذه اللي تم استغراقها ما شاء الله. يعني اخر مبلغ مالي او ميزانيه للزواج الجماعي السادس كان تقريبا 29 مليون و 28 مليون و 900 الف وكسور، يعني صار 29 مليون والحمد لله، لان المبلغ مش بسيط. والحمد لله نحن لو حب نذكر خلال الاول والثاني كم ممكن نذكر، ممكن مثلا الاول 22 عريس وعروس والثاني 66 يعني ديكور وينات 46، الثالث الرابع 84، الخامس 42، السادس 46، يعني 316 عريس وعروسة تم تزويجهم. عدد مش بسيط وعدد مش بسيط صراحة. طبعا يتحصل العريس إلى ميزات معينة يعني ممتازة، منها الوجبة المكلفة هذا طبعا، منها النثريات هذه الخاصة بالعقد والبدلة ومش عارف، انتوا شليتوا هم منه كبير من حيث الكلفة المالية، وإذا كان هناك وفر يعطى له مبلغ أيضا ما شاء الله تبارك الله. وهو أحيانا بس المشاركة المساهمة منه ما تصل في اللائحة ما تصل 50 ل 100 ألف 50 ألف مبلغ هي كمشاركة فقط، يعني ما فيها شيء. هذا بالنسبة لي ما شاء الله تبارك الله. الأستاذ عمر بارك الله فيك، ما قدمتوه لأبنائكم هو في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وينفعكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نكون قد استكملنا حلقتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.